وحارس المرمى فريد شعال متولي 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 جول متولي جول التعادل لمصلحة الرجاء من ضربة جزاء. محسن متولي يصل إلى رابع أهدافه في البطولة العربية لابد أن تكون لك أحلام فوق العادة. الحياة في كل الأحوال لا تعترف سوى بالحالين، والأحلام أكرم من أن تبخل عليك بتكرارها يا محسن. متولي 4 أهداف في البطولة، يعيد الرجاء للمباراة ويسجل التعادل في الدقيقة 58 في